مسلم بس تلمها مرحلة مرحلة تمهيدية مش مرة واحدة كده نسيب الله. قال لا إسلام ولات. فصار ثلاث سنوات في صار زي ما أنت بتفصل عنها كده ثلاث سنوات قال لا إسلام ولات. سنة واحدة قال لا إله إلا الله. قالوا تركنا الله يا رسول الله. المفاصلة أيوة. أنا حكيت المصالح مش مصالح، أنا مصلحتي أن أنا لو مت اليوم ألقى الله بوجه سليم وبقلب سليم ورزق الأولاد ومستقبل الأولاد. لا ضي هو أنت اللي ترزق الأولاد ولا أنا؟ مال لا رحت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. ونعم بالله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا كلام أقرأه وأنا كلام أقرأه وأنا تسجيدي يردد لا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. سبحان الله. ولا يملك شيء لا هو ولا غيره. المشاؤون بين الناس بالنميمة. المفرقون بين الأحبة. فرق الأخوات مع بعض فرق. سبحان الله. ليس منا من خبب رجلا من خببت زوجا على زوجها أفسد يعني. وليس منا من خببت وليس منا من خبب زوجة على زوجها. لا نروح للشيخ فلان يعمل عمل علشان يطلق ونتزوجها. ثم المفسدون المشاؤون بين الناس الملتمسون للبراء العيب يتتبع العرق لغاية مخرجك عين. الله أكبر وكان انتصرت. لا 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 ذبابي الاخلاق جميل المصطلح. نعم. مع قبحك او العذب لا ذبابي الاخلاق لان الذباب سمي ذبابا لانه كلما ذب اب كلما طردته ذب اب ذباب عامل زي الذباب في الوجه كده والعياذ بالله يعني كلما ذب اب ذباب ذباب تمام 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 الاستبراء من البول يستهين به الناس يستهين به الناس يعني انا دخلت اعزكم الله للاستنجاء كي اتوضا لا اتحرى الدقه في قطرات دول تبقى بعد الاستنجاء الا اذا كان حاله مرضيه ربنا يشفي المريض ده. ده اسمه ايه وضوء المعذور ده له قسم في الفقه يا اخي الفقه الاسلام عجيب سبحان الله اسمه وضوء وصلاه المعذور اصحاب الاعذار فاطمه بنت حبيش تقول يا رسول الله صحيح مسلم نعم يا رسول الله انت كده ذكرتني بالبخاري ومسلم نحن نقلب ما شاء الله قالت يا رسول الله ان امراه استحاض فلا اطهر ابدا باستمرار ادعو الصلاه عندها نزيف شفاء الله نعم سبحان نعم. الله فشوف سبحان الله فاطمه بنت حبيش من 1400 سنه واحنا نقول شفاء يا اخي انت عايز عزك من هذا العز يا ابن انت عايز ايه اكثر من هذا؟ شوف الله سبحان الله وانت تامن يا ابن على دعاء امن المراه بين يدي ربها في جنه الرضوان ولكن هذا كرم الله لعباد الله الصالحين. نعم يقول ابو حنيفه يقول ابن تيميه عليه رحمه الله سبحان الله يقول ما زال يقول سبحان الله فقال يا فاطمه تجنبي الصلاه ايام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي وصلي ولو قطر الدم على الحصير. تكمل الصلاه ايه العز ده؟ يا رسول الله عائشه تسال نعم دي في الحاكم وفي الدارقطني وفي الطبراني في الاوسط فيا رسول الله نمر على مزابل المدينه المجاري وما كانش فيه طبعا سبحان الله فاثوابنا تلتصق ربما تلتصق بالنجاسه نعم ثم ناتي الى المسجد ماذا نصنع؟ لان كان اثوابهم مجرجره صحيح طويل مش قصير هذا المهم احنا نقصرها حتى لا تململ من قدرات بس كده دي كلها قدرات اذا قصرت يا سلام ربما يكون التقصير زايد الى حد ما ولكن حتى لا تجرجر القدرات انا بتكلم عن النساء انا اتحدث عن النساء ايضا احسنت تروح عند الرجال انا اتحدث عن النساء الان ما يقصرنا عشان كده والله نعم. وعلى الاسفلت في مجال على الاسفلت بس سامحك ال ال السيد أمنا عائشة تقول يقول لها ألا تمرون على أرض جافة بعدها رمل يعني كده نعم بلى قال هذا يطهر هذا ده سلام ما أيسر الجمال ما كل هذا الجمال طبعا ما شاء الله نعم إذا الاستبراء من البول مسألة مهمة جدا ليه لأنه نقطة يعني ما دخل هذا في كونه يعذب في عذاب القبر هو أيوة. القبر لا 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 ولا شيء ولا شيء
أبو حامد الغزالي له كلام عجيب عليه في كتاب المنقذ من الضلال تقريبا، يعني يقول إيه؟ يقول يا رب ده لابن القيم، أنا دخلت على صفحة تانية خالص، ابن القيم الجوزي يقول الصلاة جارية تهديها للملك، هل تهدي للملك جارية عمياء أو بكماء أو شلاء أو عرجاء؟ لا. طيب تقدم للملك إيه؟ أفضل الجوارح. الجميل، لما أنت تيجي تستهين بالتبول وبالاستنجاء فكأنك تستهين بشرع الله، قال لك أنت عشان تيجي تقف بين يديك لابد أن تكون طاهر الثوب طاهر البدن طاهر المكان، أنت ما طهرت البدن ثم نجست الثوب، ها؟ نعم. وقفت بين يدي وأنت نجس، كأن الله يقول هذا بالله عليك، لما أقف أمام الملك أو الحاكم كده وأنا لابس ثوب ممزق وهو يعلم أن عندي ثوب غير ممزق، ماذا يقول الحاكم؟ صحيح، أستخفه به. صحيح. وإذا قال قائل ليست من فرائض الصلاة يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق والصابر. قلنا إن هناك للصلاة أركان وهناك شروط، الشرط ليس جزءا من الشيء ولكن الركن جزء منه. مرة ثانية حتى أفهم، هنالك شروط وأركان لصحة الصلاة. نعم. وفي هناك أركان. الركن جزء من الشيء. صحيح. الجدار هذا والجدار هذا ده ركن من المبنى الذي نجلس فيه. نعم. لكن المهندس شرط لبناء هذا المبنى، بعد أن يبني المهندس يتوكل لحال سبيله. نعم. لكن شرط مهم هو ليس جزءا فيه. نعم. فطهارة البدن طهارة المكان ده شروط صحة الصلاة لا واستقبال القبلة، لا بد أن يعني تصح شروط الصلاة حتى تصح الصلاة. صحيح. فأنا ما أقمت بالشروط. نعم. فلما أقرأ ما بني على الباطل فهو باطل. كلا النميمة، الاستبراء من البول، الكذب، عياذ بالله رب العالمين، عياذ بالله، الصغير والكبير سواء، أبيض كذب بيضاء، لا يباح في الكذب إلا الإصلاح بين المتخاصمين. الكذب في الحرب، ها؟ الكذب عند بين الزوجين يعني لإصلاح الحالة الزوجية يعني كده، للإصلاح أيضا، ما هي إصلاح بس كذبة صغيرة ما في صغيرة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هاك تمرة، عائشة تمد يدها لابن أختها، قال يا عائشة في يدك شيء؟ قالت بلى يا رسول الله، نعم ما فيه. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. يا الله. وفي المصيبة كنت أتكلم في خطبة الجمعة عن كذب القول، مش كذب القول، كذب الفعل. كذب الفعل، في ده كذب القول ده بسيط، ده مصيبته بسيطة. ما كذب الفعل؟ أضرب مثال، تفضل. ندعي محبة الله ولا نعمل بطاعته فأنا كذاب. أدعي محبة رسول الله ولا أعمل بسنته ولا أحب العلماء فأنا كذاب. أدعي محبة الجنة ولا أعمل بالطاعة فأنا كذاب. أدعي خوف من النار ولا أبتعد عن المعاصي فأنا كذاب. هذا كذب أسوأ من كذب القول. ما وجه الادعاء هنا؟ لما حكمت عليه فضلاتكم بأن هذا ادعاء؟ أنا أحب الله. جميل. وأين طاعته؟ يبقى أنت مدعي. أتي من الدين ما استطعت. لا مش ما استطعت. جميل. بس مش ما استطعت على طريقتي. على منهج الكتاب والسنة. أصل لم يمتحننا بما تعي العقول به. يعني مثلا مثلا إيه؟ أنا عايز أصلي 24 ساعة. لا ده كل 5-6 ساعات على صلي ركعتين. ما خليش أصوم 12 شهر، شهر في السنة. ما خليش هات مالك كله يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ده ب 2.5 لأخوك، لأخيك الفقير، و97.5 لك. يعني الله تبارك وتعالى حينما شرع لنا هذه الشرائع علم في سابق علمه أن سنتحملها، ولذلك قال في البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه الآية الكريمة نأتي وفضيلتكم إلى ختام هذه الحلقة ونكمل في حلقة غد إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، وجزاكم خيرا مثله. بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وبغدا بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة مع الوعد الحق والدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي.